أهلا بيكو. معانا النهاردة شخصية مختلفة جدا أو متميزة جدا من شخصيات متحدي الأعاقة. زي ما احنا شايفين، بالرغم من ان صديقتنا بتعاني من شلل الاطفال، الا انها عندها قدر كبير جدا من الرشاقة. فهي بتهتم جدا برشاقتها وكمان اناقتها. وبتتحرك بواسطة العكاز وهي كلها ثقة في نفسها. بتحس كده وهي ماشية كأنها ملكة متوجة. وده لأنها تجاهلت تماما جوانب الضعف اللي عندها، وبدأت تبص على جوانب القوة، وبدأت تستثمرها وتعيش حياتها في سعادة وفخر وعزة.